النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أكد الشيخ عبد الله بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات ورئيس مجلس إدارة إدامة أن التعاون مع شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده للعقارات يأتي تجسيدا لأهمية دور الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. جاء ذلك في إطار إعلان إدامة عن تطوير مشروع متعدد الاستخدامات في مدينة الحد بالشراكة مع شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده للعقارات. وقد نالت الشركة الحق في تصوير الأرض المملوكة من قبل إدامة بعد تقديم أفضل عطاء في المزايدة العامة عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية. وسيتم تطوير مشروع نوعي متعدد الاستخدامات ليكون إحدى الوجهات المميزة في مدينة الحد. احتفت شركة ألمنيوم البحرين ألبا وكلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين بموظفي الشركة الملتحقين ببرنامج استكمال شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الذي شارف على الانتهاء. ويتميز البرنامج بالمرونة التي تمكن حاملي شهادة الدبلوم أو ما يعادلها من الحصول على شهادة البكالوريوس خلال عامين بما يتناسب مع جدول عملهم بالشركة. أثمر هذا التعاون عن التحاق 24 موظفا بحرينيا من ألبا لتعزيز قدراتهم الأكاديمية ومهاراتهم في هذا المجال، بما يسهم في إعداد الجيل القادم من المتخصصين والخبراء في الصناعة. والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية. نقل تقرير حديث لشركة ماكنزي أند كول للاستشارات أن دول الخليج ستستمر بالتفوق على نظيراتها العالمية وستبقى مستعدة لتحقيق أداء مالي قوي في عام 2024، مشيرا إلى أن بنوك المنطقة تتمتع بارتفاع العوائد على حقوق ملكية المساهمين بشكل استثنائي. وذكر التقرير أن القطاع المالي الخليجي حقق عوائد على حقوق ملكية المساهمين بشكل جيد على مدى العقد الماضي، لافتا إلى أن العوائد على ملكية حقوق المساهمين للبنوك الخليجية تجاوز المتوسط العالمي ب 3 إلى 4% خلال عام 2022 و 2023، علما أن ارتفاع أسعار الفائدة دفع أرباح البنوك الخليجية والقطاع المصرفي العالمي إلى مستويات قياسية. أصدر بنك الشعب الصيني وست هيئات حكومية أخرى خطة لتعزيز تطوير تمويل العلوم والتكنولوجيا وسط الجهود المبذولة لدعم الابتكار التكنولوجي. وأظهرت الخطة أن الصين ستتخذ تدابير مستهدفة لدعم البرامج الوطنية الرئيسية للعلوم والتكنولوجيا والصناعات الاستراتيجية الناشئة وصناعات المستقبل، بالإضافة إلى تحديث وتحويل الصناعات التقليدية. وتقترح الخطة بناء قنوات خضراء للشركات القائمة على التكنولوجيا لإصدار السندات ودعم شركات التكنولوجيا بالتمويل عبر الحدود وتعزيز تطوير الخدمات المالية المتنوعة لدعم نمو شركات التكنولوجيا. والآن إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.